اسمح لي راح نتكلم عن فورس نايت فورس وديث فيت. طيب الديث فيت هذا جربت انا ضده الفاير، جربت عليه، جربت عليه البليد، جربت عليه فروست، لكن اكثر دمج شفته سوى عليه اللي هو الهولي دمج او الميركل دمج. طيب هذا ثاني بوس او ثاني ديث فيت نلقاه، هاي وقته طبعا بعيد الحين. طبعا البوس هذا فيزين تمام الهين، افضل شيء انك تقاتل مع الحصان. يلا تضرب راس الغبي هذا، صار فيز الثاني، صار فيز الثاني يطير فوق ويرمي الاشياء هذه الضربة. تعال يضرب برجولة، واو مش هذا الشيء اللي ما تهمني صغير. طيب بما ان الساقر روح اضرب راس الغبي هذا، شوفوا كيف الدمج، دمج يؤلم عظم ايزي. يلا على وشك تموت ترى، سري ترى ممكن ما اشوف اسوي لك سهل طبعا هون، وهذا الشيء اللي يعطينا اياه.